مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير. أحدث جراحات السمنة المفرطة والسكر بالمنظار، تحويل مسار المعدة بالمنظار، تكميم المعدة بالمنظار، تحويل مسار الاثني عشر، التحويل مع التكميم. دكتور كريم صبري، دكتوراه الجراحة العامة والمناظير بكلية الطب جامعة عين شمس. أنا اسمي منة طلاب محمد عبد المطلب، عندي 16 سنة، وزني 107. وزني ده عامل لي أزمة نفسية في حياتي، إن أنا ولا بعرف أخرج ولا بعرف ألبس ولا بعرف أجري ولا بعرف أهزر مع حد. وعرفت دكتور كريم صبري من على النت وبعملياته الناجحة، وهو ما شاء الله يعني عمل عمليات كتير قوي الناس. فأنا رحت له وكلمته، فهيعمل لي النهاردة إن شاء الله عملية تكميم معدة، وإن شاء الله تستنيني بعد العملية. اهلا بيكم. تكميم المعده في السن الصغير اللي هو قبل 20 سنه، احنا بنحب نعمل فيه تكميم المعده. تكميم المعده هي عباره عن عمليه تجرى بالمنظار خلال فتحات صغيره، يعني قد لا تعدى سنتيمتر يعني، وبنعود لنشاطنا الطبيعي خلال يوم ما بعد اجراء العمليه. بنقعد في المستشفى 12 ساعه، وقت العمليه قد لا يتعدى نص ساعه او اقل شويه في بعض الحالات، يعني زي منا طبعا وزنها 107 كيلو 17 سنة. طبعا هتعمل تكميم المعدة. تكميم المعدة فكرتها ببساطة ان هي بتقلل حجم المعدة. الحجم الكبير بتقلل حجمه الى الحجم الاصغر. طيب احنا ما بعد يعني شيل جزء من المعدة وتبقى جزء صغير، احنا بنستفيد ايه بقى في السن الصغير؟ بنستفيد حاجتين. الحاجة الاولى ان الشبع بيزيد، الجوع بيقل، وكمان الاكل بتاعنا يعني لا يتأثر فيه امتصاصه، يعني احنا الاكل اللي احنا بناكله بنستفيد بيه كله، ومش بيحصل اي نقص للفيتامينز ولا يحصل نقص للمينرالز، وبالتالي احنا بنحافظ على الصحة العامة، لا يؤثر على النمو، لا يؤثر على الانجاب في البنات الصغيرين. طبعا كلنا عارفين انه السمنة المفرطة هي عائق ضد الانجاب، يعني هي بتأخر الانجاب، بتعمل تكيس نبيض، بتعمل اضطراب في الهرمونات، بتعمل مشاكل في الانجاب في وجود السمنة في البنات الصغيرين. وعادة احنا لما يبقى في تأخر في الانجاب بيرجعوا لنا عشان ننزل وزنهم ما بعد، يعني بيكونوا عملوا ترايل ان هم يخلفوا، وبالتالي في وجود السمنة بيبقى في صعوبة، بيرجعوا لنا عشان ننزل وزنهم، ومش بيحتاجوا بعد كده لأي مشاكل او بيحتاجوا لأي علاجات عشان الانجاب. عملية تكميم المعدة الحقيقة احنا يعني بنحبها في السن الصغير والإكستريم اوف ايج، يعني زي السن اللي هو اكبر من 60-65 سنة، برضو هي عملية آمنة، وقتها قصير، إعادتنا للعمل في فترة قصيرة. الحقيقة طبعا متابعتها خفيفة ومش بنحتاج نقعد في البيت فترة كبيرة. بالنسبة للطلبة يعني سواء في الجامعات او المدارس بيقعد فترة اقامة يعني 12 ساعة في المستشفى ويوم في البيت وينزل نشاطه الطبيعي، لان هي عمليه طبعا بالمنظار، وفي منظومه الفاست تراك، هي منظومه محكمه شويه بحيث ان هي بتدي العيان كل متطلباته بالنسبه للتخدير، كل متطلباته بالنسبه اذا كان في شويه الم ما بعد العمليه بننظمهم بحيث انه يطلع امن ما بعد اجراء العمليه بدون الم وبدون اي مشاكل ويرجع لنشاطه الطبيعي. هنطمنكم على منا وهنطمنكم على كل الناس ما بعد اجراء العمليه، يعني على نهايه اليوم ان شاء الله، ونديكم كل الطاقه الايجابيه عشان الناس تبقى عندها قدرة ان هي تعمل عمليات انقاص الوزن بأمان وصحة جيدة ان شاء الله. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. انا دكتور كريم صبري. انا بس هوريكم خلال فتره قصيره جدا كيفيه التحضير لعمليه تكميم المعده. عمليه تكميم المعده هي عمليه سهله، الهدف منها انقاص الوزن، بتجرى بالمنظار خلال فتحات صغيره، وهوريكم دلوقتي الالات اللي احنا بنستخدمها ل يعني فصل المعده عن الدهون، ويمكن كمان قص الجزء المعده وعزلها عن الجزء اللي احنا بنبقيه.
المستهلكات كلها امريكي طبعا، احنا بنستخدم دباسات، يمكن الحاجات اللي هي في السوق المصري كلها هي دباسات امريكي، يا اما كوفيديان او جونسون. الدباستين مختلفين عن بعض شويه في التكنولوجي، يمكن دباسه جونسون دي الغيارات بتاعتها فيها الوان مختلفه شويه بتستهلك، وده يمكن الدبوس اللي احنا بنستخدمه طوله يمكن 6 سنتي. 6 سنتي دول احنا بنركب الدبوس بالطريقه دي، وبعد الدباسه ما بتدخل تدبس بتدبس وتقص ونشيل ده كمان ونحط واحد تاني طوله برده 6 سنتي الى ان تنتهي المعده، خلال يعني ممكن تختلف بقى من 5-6 غيرات او 7 غيرات في بعض الناس اللي هي معدتهم اكبر شويه. الدباسه دي كوفيديان، هما ما بيفرقوش عن بعض، يعني التكنولوجي بسيط خالص. دي برده بنفس الطريقه، هو ده الدبوس بتاعها برده 6 سنتي، بنستخدمه بالطريقه اللي زي دي، بنركب الدبوس عادي خالص، وبعد برده ما بيدبس بنطلعه وبنركب واحد تاني. فالدباسه قد تستخدم لمجموعه من الدبابيس اللي هي بتخلص لنا طول المعده زي ما هنشوف بعد شويه. ده جهاز الليجاشور، ده ادفانسد بايبولر تكنولوجي، اللي هو يعني بيفصل الدهون عن المعده بطريقه امنه، ما يكونش فيها اي نوع من النزيف وما يكونش فيها اي نوع من المشاكل. طبعا يعني السمنه لابد فيها من استخدام كل المستهلكات الطبيه الحديثه، اللي هي يمكن احسن حاجه ويمكن اكتر حاجه ابديتد في العالم. كل العالم كله بيستخدم نفس التكنولوجيا اللي احنا بنستخدمه، عشان كده ربنا بيوفقنا الحمد لله لاعلى النتائج. دي طبعا المعده اللي احنا بنفصلها عن مجموعه الدهون دي. دي طبعا الدهون دي بتبقى متفاوته من عيان لعيان حسب الاوزان، ودي طبعا احنا لازم نفصل المعده عن الدهون عشان بعد كده نفصل المعده الى جزئين، المعده الجديده والمعده المتبقيه، او دي قبه المعده وده جسم المعده ونهايه المعده اللي هو الانترم. كل ده لازم يتشال بنسبه قد تصل الى 80%. دي الطريقه اللي احنا بنفصل بيها الدهون باستخدام جهاز الليجاشور، وده جهاز زي ما قلنا نوع متطور من اجهزه الكي، ادفانسد بايبولر تكنولوجي، اللي هو بيفصل الدهون عن المعده زي ما احنا شايفين بجودة ممتازه، مفيش اي نزيف مفيش اي مشاكل، الامور يعني يمكن بسيطه باستخدام كل التقنيات الحديثه. الخطوه الثانيه من العمليه ان احنا بندخل جهاز البوجي اللي هو بياخد حجم المعده اللي احنا هنسيبه، نحط شاشه ونسيبها لنهايه العمليه. بعد كده بندخل بقى جهاز البوجي اللي هيتم الفصل المعده على المقاس بتاعه، زي ما احنا شايفين ان هو واخد حجم المعده عشان نبقى مطمنين. دلوقتي تم عزل الجزء، هي دبست وعزلت في نفس الوقت، ودي التكنولوجي المستخدم في طريقه اللي هي تكميم المعده. احنا زي ما شفنا العمليه سهله جدا، في خلال 10 دقائق بيتم عمليه التكميم. احنا فصلنا الدهون زي ما وريناكم عن المعده، بقيه المعده فصلناها عن المعده الثانيه اللي احنا هتتبقى، وفصلناها باستخدام الدباسات اللي احنا وريناها لكم، دباسات الامريكي بتقص وتلحم في نفس الوقت، يعني تقص وتدبس 3 صفوف على اليمين وثلاث صفوف على الشمال بالطريقه اللي احنا شفناها دي. دي المعده اللي هتتشال في المنظر ده، هنشيلها بنطلعها. بتسالونا طبعا احنا بنطلعها ازاي، بنطلعها من البورتات اللي هي خلال فتحه ال 2 سم، بيتم يعني تصغير المعده دي، عصرها شويه وبنشفط السوائل اللي فيها، وبنحاول نطلعها من نفس البورت الصغير عشان ما نعملش فتحات جراحيه. ما تبقى من المعده اللي احنا شايفينه دلوقتي بنعمل له اختبار تسريب، عشان احنا بنخاف من التسريب في كل عمليات الجراحه. فاحنا دلوقتي بنحاول نحط الدبابيس تحت ضغط جامد، يعني بنحاول نعمل المعده نخليها عباره عن بالونه، ونشوف احتماليه الدباسات والدبابيس دلوقتي واحنا داخل العمليه عشان نتفادى يعني التسريب. زي ما احنا شفنا كده المعده دلوقتي عامله زي عباره عن بالونه، يعني لو في اي مشكله في الدبابيس بتبان دلوقتي، لان احنا حطينا تحت بريشر عالي جدا. المعده زي احنا شايفين احنا خدنا جزء كبير جدا من جسم اللي هو نهايه المعده الانترم. المعده ستريت زي ما احنا شايفين كده بالمنظر ده، ستريت مفيش دبوس طالع ودبوس نازل، امورنا كويسه خالص الحمد لله، مفيش اي تسريب مفيش اي نزيف. بنطلب من دكتور التخدير كمان ان هو يعلي البريشر، يعلي الضغط شويه عشان لو في نزيف لا قدر الله يبان داخل العمليه، ونقوم يعني نوقفه اثناء العمليه، ما نسيبش العيان للظروف ما بعد العمليه.
أنا منة، عملت النهاردة عملية تكميم المعدة، والحمد لله بعد ساعة ونص من العملية مشيت، والحمد لله دلوقتي كويسة. وأي حد عنده سمنة يكلم دكتور كريم صبري، وهو إن شاء الله يعمل له عملية. وبنصح أي حد تخين أو مليان أو أي حاجة يجي الدكتور كريم صبري، إن شاء الله يكون بخير. اهلا بيكم، بطمنكم على منة. بعد اجراء عمليه تكميم المعده 107 كيلو 16 سنه. الحقيقه يعني تكميم المعده هي امانه في السن الصغير، احنا بنحبها لان هي لا تؤثر على الامتصاص، وزي ما قلنا ان هي بتزود الصحه الانجابيه او قدرتها على الانجاب. عمليه تكميم المعده زي ما عرفنا ان هي فتحات صغيره في البطن، يعني حاجات بسيطه جدا بتتعمل بيها العمليه. ساعتين بتتحرك كويس جدا، وقت العملية قد لا يتعدى النص ساعة، يعني خروج من المستشفى خلال 12 ساعة ما بعد إجراء العملية، رجوعنا للوضع الطبيعي ما بعد إجراء العملية بيوم، بنرجع لحياتنا الطبيعية، مش محتاجين أجازة مطولة. الحقيقة طبعا إنه السن الصغير فيه تحديات كتيرة جدا، يمكن هما مش بيهتموا قوي بال يعني الأمراض اللي هي بتبقى مصاحبة للسمنة المفرطة قد ما هم مهتمين بالحالة النفسية أو التأثير النفسي السلبي في السن الصغير، اللي بيخليهم طبعا طول الوقت عندهم يعني نوع من الهروب من المجتمع. ويمكن المجتمع بتاعنا بيجلد الناس اللي عندها برضو وزن زيادة شوية، وأنا شايف إن هو طبعا عندهم حق، لأنه السن ده في منتهى الخطورة إن احنا يبقى عندنا وزن زيادة، بينعكس سلبا على الحالة النفسية. طبعا احنا بيبقى فيه تساؤلات كتيرة جدا من الاسرة، هل السن ده مناسب؟ طبعا السن ده مناسب، ويمكن اصغر من كده كمان، حتى احنا بنبتدي جراحات السمنة فوق العشر سنين لو كان الوزن بيبقى فوق، يعني كاسر وزن فوق ال 100 كيلو. طبعا ده بيبقى معايا مشاكل في النفس اثناء النوم، ودايما ما بيعرفش ياخد نفس وهو نايم، بيبقى دايما طول الوقت قاعد، احيانا بيبقى فيه سكر في سن صغير، احيانا بيبقى فيه تقوس في العظام في السن صغير. فاحنا طبعا مش لازم نوصل ل 16 سنه، لا ممكن نبتدي من سن صغير، ما ينفعش ان احنا نسيبهم فتره كبيره لحد ما يعني يبقى مستواهم في المدرسه اقل من زمايلهم، او حاسين ان هم عندهم عدم ثقه في النفس. والحقيقه الاهل برضو بيبقى متعذبين مع اطفالهم ان هم عايزين يخسوهم، عايزين ينزلوا وزنهم، فاحنا يعني بنطمن الناس ان السن ممكن يكون اصغر من كده وامان جدا، لان العمليه لا تؤثر خالص على الامتصاص، لا تؤثر على النمو، سواء النمو الهرموني في البنات او البنين او نمو حتى العظام. ومتابعتها يعني بسيطه ما بعد اجراءها، وما بتاخدش فتره اجازه فتره كبيره. طبعا احنا يعني تكميم المعده هي قائمه على تقليل الجوع وتقليل حجم الوجبه، بنشبع بسرعه ما بنجوعش الا لفتره كبيره، لكن في السن الصغير عايزين نبقى عينينا على اطفالنا، عينينا على السن الصغير، ان احنا نديهم يعني ارشادات للتغذيه، بحيث طبعا يبقى فيه عدم اسراف في السكريات او الشوكولاتات او الايس كريم او الحاجات اللي فيها سكر عالي او طاقه عاليه، بنحاول ان احنا نقلل منها شويه، لان العمليه تكميم المعده لا تؤثر على الامتصاص، وبالتالي اي كميه سكريات هتاخدها باسراف ممكن تكون عائق في سبيل ان انت تنزل وزنك المثالي. تمنياتنا لكل الناس ان هم يخسوا بصحه ويعني جيده، واحنا يعني طبعا احنا طول الوقت عايزين ننقل طاقه ايجابيه، وعايزين نقول لكل الناس اللي عندها اطفال عندهم سمنه او سن صغير عنده سمنه، يعني ده ما يوقفكش طبعا، لازم تنزل الوزن، والعمليات سهله جدا، يعني ساعات قليله بيرجع لبيته ينزل وزنه مظبوط بدون اي مشاكل ان شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا. مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنه والمناظير، احدث جراحات السمنه المفرطه والسكر بالمنظار، تحويل مسار المعدة بالمنظار، تكميم المعدة بالمنظار، تحويل مسار الاثني عشر، التحويل مع التكميم. دكتور كريم صبري، دكتوراه الجراحة العامة والمناظير بكلية الطب جامعة عين شمس.